منذ 91 عاماً هبت رياح طيبة على هذه الأرض الطيبة، حولت سكونها إلى حركة، وحولت حركتها إلى قدرة، وحولت قدرتها إلى معرفة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثروة المعرفة لمعرفة الثروة. منذ عهد جلالة الملك سعود رحمه الله غرست البذرة الأولى بإنشاء كلية البترول والمعادن، إيماناً من جلالته بوجود بيئة معرفية متخصصة ترفد ثروة البلاد الأولى، وقد تم افتتاحها في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وبدأت باختبارات القبول للسنة التحضيرية. بينما خطت الكلية خطوة رائدة بإنشاء عمادة الدراسات العليا للوصول لقمة المعرفة، لم يعد الاسم على مسمى بعد أن فاقت جودة المخرجات التوقعات، فأصدر الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله بتغيير اسمها إلى جامعة البترول والمعادن، واكتسبت الجامعة رعاية خاصة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله عندما وافق على منح اسمه لها لتصبح تحت كنفه واهتمامه. فتم البدء ببرنامج الدكتوراه وإنشاء كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، ثم تأسيس أول كرسي استاذية في الجامعة، وتبعه إنشاء كلية المجتمع بالدمام. واستمرت الرعاية الكريمة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بأن تم إنشاء وادي الظهران للتقنية، وجاء عهد سلمان الخير حفظه الله، والذي شهدت البلاد به تنمية شاملة وفق رؤية واضحة طموحة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016، فأبهرت بها المملكة العالم بإنجازات غير مسبوقة وتحولات نوعية، حيث تم إنشاء كلية هندسة البترول وعلوم الأرض بالشراكة مع أرامكو السعودية. وعندما تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيساً لمجلس أمناء الجامعة، شهدت نقطة تحول ضخمة بتدشين العديد من المشاريع وبدء دراسة الطالبات في برنامج الدراسات العليا للمرة الأولى، وتبلورت معالم مرحلة جديدة في السعي لتطوير الجامعة، خطوة حان وقتها وتمكين في أوانه بفتح الباب للطالبات بالمشاركة في علوم الطاقة ومجالاتها وإدارتها، بالانضمام إلى برنامج البكالوريوس للمرة الأولى في تاريخ الجامعة. بفرص مثمرة تطورت المعرفة والمهارات، وبتنافسية تحقق ريادة علوم الطاقة ومجالاتها على العالم، وباستثمار فاعل تحول المعرفة لمبادرات إنسانية ومجتمعية، وتستغل موقعها الريادي في خلق قيمة مستدامة تعمل كل يوم على اكتشاف آفاق جديدة لوطن يتجدد بأبنائه عزماً وهمّاً.